بنيت كنيسة صياح الديك المعروفة أيضاً بكنيسة القديس بطرس في منحدرات جبل سهيون عام 1931، ووفقاً للتقليد فإن هذا هو مكان قصر رئيس الكهنة قيافة، حيث أحضر يسوع للحبس بعد اعتقاله، وقد أطلق عليها اسم صياح الديك إشارة إلى قصة إنكار بطرس للمسيح 3 مرات قبل صياح الديك 2. تاريخ الكنيسة يشير إلى أن كنيسة بيزنطية بنيت في سنة 457 ميلادياً ودمرت في سنة 1010 ميلادياً وأعيد بناؤها في سنة 1931. يوجد تمثال في ساحة الكنيسة يصف أحداث إنكار بطرس للرب يسوع، فنرى بطرس والخادمة والجندي الروماني، وتظهر الكتابة أجزاء من لوقا الأصحاح 22، فأنكره قائلاً لست أعرفه يا امرأة. ويظهر على الجانب الشمالي للكنيسة درج قديم يمكننا نزوله لنصل إلى وادي قدرون، ومن المحتمل أنه كان الممر الذي يصل بين المدينة العليا والمدينة السفلى في زمن الهيكل الأول. ونرى صورة للرب يسوع مع تلاميذه وهم يعبرون وادي قدرون بعد العشاء، كما نرى صورة للرب يسوع وقد اقتاده العسكر بعد أن ألقوا القبض عليه إلى قيافة رئيس الكهنة. والتصميم الداخلي للكنيسة السفلى يظهر لنا أن أجزاء منها قد حفرت في الصخر، كما تظهر إحدى الصور في الكنيسة السفلى إنكار بطرس ويسوع والقيود في يديه والديك. وتوجد كهوف عديدة في قبو الكنيسة وقد حفرت في الصخور الكائنة تحت البيوت في المدينة القديمة. وفقاً للتقليد فإن هذه الكهوف تضمنت السجن الذي حبس فيه الرب يسوع بعد اعتقاله، ومن الجدير بالذكر أن هذه الكهوف الموجودة تحت الأرض هي أمر يعتاد وجوده ضمن بيوت العصر الروماني، فقد كانت تستخدم كمخازن وخزانات مياه وحمامات. نرى عدة صلبان بيزنطية محفورة أسفل القبو المقدس، حيث يعتقد أن يسوع قد احتجز فيه كما احتجز فيه بطرس ويوحنا بعد قيامة الرب يسوع من الأموات على ما ورد في الأصحاح 5 من سفر أعمال الرسل. كما توجد على الحيطان أيضاً صلبان إضافية وصلوات مكتوبة. كذلك نشاهد كهوفاً أخرى أسفل الكنيسة يرجع تاريخها إلى زمن الهيكل الثاني.